يا أخواننا عندنا إشكال في الحديث، يقول هو على مل وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو ما قال هذا، الراوي غير. اسمع معي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إيش تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام هو النبي لا كذب؟ لا، تحكي نفس الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حاكي الآن، فتقول قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، صح؟ أو تقول هو النبي لا كذب، لا تقول أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، هنا في الحديث الراوي غير، قال وكان آخر ما قال هو، المفروض يقول أنا. لماذا؟ لماذا الراوي غير؟ نعم، يقول حاكي الكفر ليس بكافر، الذي يحكي الكفر ليس بكافر، لكن قال والله أحقق التوحيد ولا أحكي الكفر بلسان، مفهوم؟ إذن فيه تحقيق الرواة للتوحيد حتى في الألفاظ، مع أن حاكي الكفر ليس بكافر، وهذا فيه أدب لنا، لأنه تسمع بعض الناس وهذه الرسائل تأتيك، بعض الرسائل كفر، ضلال، سب، شتم، ونرسلها لبعضنا البعض، صح؟ مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في حديث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، عدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا يعبدونهم، في رواية إنهم ليسوا يعبدونهم، وفي رواية إنا لسنا نعبدهم، الرواية الأولى أحسن، إنهم ليسوا يعبدونهم، مفهوم؟ وهذا ترى كثير كثير جدا، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، عزيز عليه يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بغير المؤمن ليس رؤوف رحيم. الآية كلها خطأ، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا، ما قال فإن توليتم، لماذا؟ لأنه ما يمكن يوصف أهل الإسلام بهذا حتى وإن كان قد يقع، مفهوم؟ من البعض قالت يا رسول الله أخبرنا أين أبني، جاء إليه سهم قبل أن تبدأ المعركة ولا يعرف هذا السهم من المسلمين أو من الكافرين، فقالت يا رسول الله أخبرنا أين أبني، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان لا يمكن تقول إلا إن كان في الأخرى، مفهوم؟ ما يمكن ترجع هذا على نفسه. الحجاج في مرض الموت قال اللهم اغفر لي، فإنهم يزعمون ماذا؟ أنك لا تفعل، لا يستطيع أنك لا تغفر للحجاج، يرجع الكلام عليه، ما يمكن يدعو على نفسه حتى ولو حكاية. عالم من علماء الكلام في مرض الموت، طبعا هؤلاء في مرض الموت يرجعوا إلى الله، في مرض الموت يقول والويل لفلان، من هو؟ لكن لا يستطيع يرجع الويل على نفسه، قال والويل لفلان إن لم يتغمدني الله أو يغفر لي الله، مفهوم أخواننا؟ فهذا عندنا إشكال كثير، يعني مع أننا وأحيانا عكس هذا، حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته المهاجر، لا، فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا كررها مرتين؟ والأصل الأضمار هنا للإظهار، حتى يبين أن هذه هي الهجرة الحق، أما الثاني فهجرته لمهاجر إليه ولا نذكرها، مفهوم؟ أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قالوا من الرجال
الأصل يقول من؟ يقول أبو بكر. لا، قال أبوها. لماذا؟ كررها مرتين، يعني الحب لها مرتين ليس مرة واحدة، مفهوم؟ أي نعم. إذن عندنا إضمار في موضع إظهار، إظهار في موضع إضمار. الرواة يحقق التوحيد حتى في الألفاظ، مع أن حاك الكفر ليس بكافر، مهم جدا. نعم.